ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنستكمل بقية الرابعة، المادة الرابعة من الفيزيك، الكتاب الأحمر. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أول أجزاء خاصة بالكونتراكتس والأوبليجيشنز، والنهاردة إن شاء الله هنستكمل بقية المواد أو الجزء المخصص للحلقة بتاعت النهاردة. هنبدأ ب subclause 4.5، ودي assignment of benefit of subcontract. المادة دي بتتكلم ببساطة قبل ما نقراها عن في بعض المشاريع بيكون في جزء من المشروع ممكن يكون الضمان بتاعه أكتر من فترة الضمان المنصوص عليها في التعاقد بتاع المقاول العام. خلينا نشرح الأمور ببساطة أو على العرف اللي إحنا عارفينه. في أغلبية المشاريع إحنا بعد ما بنسلم ما يسمى التسليم الابتدائي، العرف عندنا إن في وليكن سنة ضمان أو سنة اللي هي فترة الإقرار بالآية. في الفيديك هو الموضوع قريب من كده، بس المدة ما بتبقاش بالطريقة دي. بيبقى بعد التيكينج أوفر سيرتيفيكت ما بتصدر من المالك للمقاول، بيبقى في فترة تسمى the tax notification period اللي هي فترة الإقرار بالآية. في الفترة دي المقاول العام أو المقاول بيبقى مسؤول عن إصلاح أي عيوب بتظهر في الشغل ناتجة عن سوء صناعة أو عيوب في الخامات نفسها. بس الحقيقة ممكن يكون في مشاريع معينة ويكون فيها أجزاء زي تشيلر بلانت أو محطة مياه صغيرة، وليكن بتبقى منفذة عن طريق مقاول بطن. في الحالة دي ممكن تكون المحطة دي أو الجزء ده من المشروع فترة الضمان بتاعتها المنصوص عليها في التعاقد الأصلي 5 سنين مثلا. طيب هيحصل إيه عشان خاطر المالك لما يحصل عنده حاجة بعد انتهاء الفاكنشن بيريود اللي هي وليكن سنة، ومحتاج يتواصل بشكل سريع ودائم مع مقاول الباطن اللي نفذ الأعمال؟ في الحالة دي المادة دي بتقول إن المالك الحق إنه يطلب من المقاول إنه يعمل زي ما بنقول حوالة للتعاقد بتاعه، حوالة الحق التعاقد بتاعه مع مقاول الباطن لصالح المقاول، أو خلينا نقولها بشكل أبسط شوية، تنازل عن حقه لصالح المالك إن هو يتابع مع مقاول الباطن. خلينا نقرا السب كلوز من الانجلش الاول. If a subcontractor's obligation extend beyond the expiry date of the relevant defection petition period and the engineer prior to this date, it instructs the contractor to assign the benefit of such obligation to the employer. يعني عندنا شرط ان لازم يكون قبل نهاية فترة الضمان الانجينير هيخطر المقاول برغبة المالك ان هو يستفيد بالضمانات او الحقوق اللي ما بين المقاول والمقاول الباطن. في الحاله دي المقاول هينفذ باستثناء ما ينص عليه في العقد، يعني المقاول مش هيكون مسؤول عن التعامل اللي ما بين المالك وما بين مقاول الباطن بعد انتهاء مده الضمان. يعني وليكن هو عمل له التنازل ده او عمل في الاتفاق اللي ما بينه وما بين المالك ان هو المالك يتابع بشكل مباشر مع مقاول الباطن، بس في الحاله دي بعد انتهاء مده الضمان اللي موجوده ما بين المقاول والمالك، المقاول العام غير مسؤول تماما عن العلاقه اللي هتحصل ما بين المالك ومقاول الباطن. دي ببساطه سب كلوز 4.5. طيب هنروح لواحده من اهم السب كلوزز اللي موجوده واللي بتعمل مشاكل كتير جدا في اغلبيه المشاريع عندنا، 4.6 الكوبريشن. The contractor shall, as specified in the contract or as instructed by the engineer, allow appropriate opportunities for carrying out the works to the employer's personnel, any other contractors employed by the employer, and the personnel of any legally constituted public authority. طيب يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده بمنتهى البساطة إن المقاول لازم يتيح فرص مناسبة لتنفيذ الأعمال للأشخاص التانيين أو الجهات التانية. Employers personnel دي اللي هم أشخاص المالك بما فيهم الإنجينير نفسه طبعا،
رقم 2 any other contractors employed by the employee، أي مقاولين تانيين المالك معينهم أو موجودين في الموقع أو بيشتغلوا حوالين الموقع. C the personnel of any legally constituted public authority، وليكن الأشخاص من جهات زي الكهرباء أو جهات زي المية أو اللي بيبقى ليهم أي علاقة أو أي سلطة قانونا بتخليهم متواجدين في الموقع أو بيجوا يعملوا فحص معين وهكذا. الخطورة في الحتة دي إيه؟ إن ده كونتراكت، خلينا ناخد بالنا as specified in the contract، يعني لازم يكون الكلام ده منصوص عليه في العقد، or as instructed by the engineer، أو جاله تعليم أتوقع من الإنجينير، allow appropriate opportunities for carrying out the work too. الخلاف هنا دايما اللي بيحصل يعني ايه allow appropriate opportunities. في بعض الأحيان بنيجي نلاقي مقاولين تانيين المالك معينهم وتسببوا بضرر ما وليكن صعب إثباته، خلينا يعني نتكلم عن الموضوع الجنرال المعتاد يعني، وليكن صعب إثباته بالنسبة للمقاول العام يعني، يعني وليكن مقاول تاني من مقاولين المالك دخل اشتغل وبهدل حاجة وراه والمقاول مقدرش يثبتها أو مقدرش يصورها. هي دي المشكلة دايما اللي بتحصل، ولما بيجي يرجع المقاول على للمالك ويقول أنا هقدم كليم أو أنا اتضررت، بيقول له أنت عليك الكوبريشن، أنت المفروض تتيح للناس فرصة لتنفيذ أعمالك. يعني الموضوع ده للأسف هو شائك جدا، وفي أوقات كتير إحنا في صناعة التشييد بنلاقي إن فيه يعني مع العذر لأغلبية المستشارين يعني، بنحس إن المستشارين بيأبيوزوا أو بيستغلوا المادة دي أسوأ استغلال، سواء عن عمد أو عن إن هو ده عرف، لكن إحنا ناخد بالنا في بقية المادة إن الموضوع مش بالطريقة. Any such instruction shall constitute a variation if and to the extent that it causes a contractor to incur unforeseeable costs. Service for these personnel and other contractors may include the use of the contractor's equipment, temporary works, or access arrangement which are the responsibility of the contractor. هنا بقى النقطة اللي احنا بنتكلم عليها. النهاردة لو الاستشاري طلع تعليمات وهو متخيل ان التعليمات دي منصوص عليها في العقد تحت بند او تحت سب كلوز كوبريشن، وبيطلب مثلا من المقاول ان هو يوقف شغل في منطقه ما علشان المقاول اخر من مقاولين المالك هيخش يشتغل في حته من او جزء من المشروع. في الحاله دي لو حد جه قال ان ده يعتبر كوبريشن، لا، لو ده مش منصوص عليه في البرنامج الزمني، مش معروف الراجل ده مدة شغله هتبقى امتى وهيخش امتى وهيخرج امتى، في الحالة دي التعليمات دي هتشكل فاريشن. فهنا مش كل التعليمات اللي بتيجي ان ده كوبريشن وان لا وان ده طبيعي وانت عليك كوردينيشن انت المقاول ولازم تبقى حاطط في اعتبارك ده، لا، انا ببقى حاطط في اعتباري ده زي ما بيكون موجود في البرنامج الزمني بمواعيد معينة بسيكونس اوف ورك معين احنا متعاقدين عليه واتفقنا عليه في اول المشروع. فمش هينفع ان انا لما كل شويه واحد يخش يشتغل توقف لي شغل عشان هو يشتغل او يكسر شغل وتقول لي لا ده كوبريشن. في الحالات دي كلها حق المقاول في الحاله دي ان هو يطالب بامر تغييري، وان تم رفضه والمقاول اثبت ان هو فعلا تضرر في الحاله دي بنلجا ان المقاول بيبقى له حق ان هو يقدم. برضو بقية السب كلوز دي بيتكلم ان الانجينير ممكن يطلب من المقاول ان هو يسمح للمقاولين او اشخاص المالك التانيين ان هم يستخدموا معدات او الطرق او التمبرري ووركس اللي المقاول موفرها في الموقع. وطبعا في الحاله دي المقاول المفروض بياخد الكلام ده بياخد عليه فلوس، يعني في الحالات اللي زي كده المقاول بيبعت بيأكد ان التعليمات اللي انت بتقدمها لي دي اوكي ماشي انا هنفذها، بس خد بالك انا هقدم لك تكلفه بتكلفه استخدامهم للمعدات. تمام، هنكمل تاني في 4.6 على جزء كده صغير من كتاب مايكل دي روبنسون اللي كنا اتكلمنا عليه في اول محاضره. In principle these works should be identified in the tender documents and the contractor should make his prices accordingly.
This work may have a programming impact, and this should also be recorded so that, in the event of individual delays, the delay to the completion date can be ascertained and responsibility allocated. هنا بيأكد على نفس الكلام اللي احنا بنقوله، اللي احنا قلناه في الجزء اللي فات، إن الأعمال دي لازم تكون منصوص عليها في التندر، ومعروف المقاولين اللي هيخشوا هيعملوا إيه وطبيعة أعمالهم هتبقى إيه، عشان المقاول يقدر يبقى عارف طبيعة الريسك اللي موجود عنده بتواجد مقاولين تانيين، ونوعية شغلهم هتبقى عاملة إزاي، ومدى تأثيرها عليه، لأن ده كله لازم هياخده في اعتباره وهو بيعد البرنامج الزمني بتاعه. ولو حصل خلاف كده هيأثر على مدة نهاية المشروع اللي هو متعاقد عليها، وبالتالي هنبدأ ينشأ هنا نوع من أنواع الخلاف، لأ أنت اللي عطلتني ولا أنت المفروض تاخد الوقت ده. آخر مادة هنتكلم عليها النهاردة 4.7 الـ Setting Out. الـ Setting Out دي اللي هي الخاصة بالأعمال المساحية والتخطيط للموقع عامة. The setting out data may be provided by the contractor but more commonly provided by the engineer on behalf of the employer. وهنا بيتكلم انها بتبقى في انجلترا في العام، يعني ان ممكن يكون المقاول هو اللي بيعمل التخطيط او النقطة المساحية اللي تصل الموقع، بس احنا المتعارف عليه عندنا في مصر وفي الدول العربية ان المالك بيوفر المكان اللي فيه ما يسمى الروبير بقى، او النقطة المساحية اللي موجودة اللي على اساسها المقاول بيبدأ يستخدمها ان هو بيعمل ميزانية شبكية للموقع، وبيعمل النقط المساحية اللي هيكمل عليها بقية شغله. طيب المقاول مسؤول عن الاعمال المساحية اللي في الخاصة بالاعمال بيزد على الداتا اللي اخدها من المالك للنقطة المساحية دي. يعني لو النقطة المساحية اللي اخدها المقاول من المالك طلعت مش سليمة أو طلعت فيها مشكلة، والمشكلة دي أدت إن كل شغل المساحة اللي المقاول عمله بعد كده طلع غلط وأثر على الأعمال، في الحالة دي المقاول هيستحق additional cost، وهيستحق وقت زيادة علشان يصلح الشغل اللي عمله، أو عشان خاطر يصلح الأعمال المساحية اللي طلعت كلها مش مظبوطة، بيزد على النقط اللي المالك أكد له إنها سليمة. يعني هو سلمه نقطة مساحية ما في الموقع أو روبير ما، قال له هو ده أساسك ولا ده بتشتغل عليه. وجه الراجل بعد ما بدأ يقسم شغله وبدأ يعمل ميزانية شبكية أو بدأ يعمل النقط اللي هيشتغل عليها، اتضح إن في مشكلة ولا النقطة دي مش سليمة اللي هو أخدها في الأساس. طبعا الكلام ده يا جماعة لازم يبقى دوكيومنتد، إحنا بنتكلم دلوقتي على حاجة بتتعمل عندنا دايما بشكل عشوائي، بس إحنا لما بنيجي نشتغل في الحاجات اللي زي كده سواء في محضر استلام الموقع لازم النقطة دي أو النقط دي تبقى مذكورة ومحطوط الكوردينيتس بتاعتها، ومحطوط بالظبط استلامها إيه وتم استلامها إمتى وحالتها عاملة إزاي والكلام ده كله. نفس الوقت لازم تبقى ريكوردد بشكل واضح علشان لما يحصل مشكلة ما يتقالش لأ أنت استلمتها غلط، يعني ما يتقالش ده بيحصل، خلينا يعني نكون صراحة يعني. فأوقات ما الاستشاري هو اللي بيسلمها للمقاول، حصل خطأ من المساح الاستشاري وبيدور على طريقة ان هو انا مش مسؤول، يعني المقاول هو اللي اخطأ. فلا في الحالات اللي زي كده المقاول لازم يدوكيمنت الكلام ده كله، ما يعتمدش على مراسلات شفهية او اتفاقات شفهية، لازم تبقى ريكوردد النقطة دي، لازم تكون محطوطة بالكوردينتس بتاعتها بالاكس والواي والزد مظبوطين، اللي استلمها المقاول من المالك، بحيث لو حصل اي نزاع او اي خلاف عليها بعد كده يقدروا يرجعوا لها وبقت فاكت النقطة اللي أنا استلمتها منك أهي فيها مشكلة ما أثرت على الشغل، يبقى أنا مستحق لوقت وفلوس. طيب لو نقطة سليمة والمقاول هو اللي أخطأ، في الحالة دي المقاول هو اللي متحمل كل تبعات خطأه، وتبر بقى شغل كامل اتعمل غلط أيا كان اللي حصل بعد كده، سنس النقطة نفسها للمالك سلمها للمقاول سليمة، ما يتبعها من خطأ من المقاول ده مسؤولية المقاول بالكامل. أحب أشكركم، دي إن شاء الله جزء تاني من أجزاء Contractors و Obligation، هي كلوز 4 تعتبر من أهم كلوزز الموجودة في الريد بوك، فإحنا إن شاء الله هنديها حقها شوية، وبإذن الله الحلقتين تلاتة الجايين هيبقى مكمل عليها، وبعد كده هنبدأ نروح لكلوزز تانية بإذن الله. أشوفكم على خير وشكرا على المتابعة.